السلام عليكم، مرحبا بكم شباب في مقطع جديد والذي سيكون الإجابة عن أسئلتكم التي تودون معرفتها عني، وذلك بمناسبة وصولنا ل 70,000 مشترك، فمبارك لنا. وهذه خطوة أخرى نحو 100,000 مشترك إن شاء الله. وقبل البدء في الإجابة على الأسئلة والتي ستكون بالتأكيد حلوة، أرجو منكم إضافتي على الإنستغرام الخاص بكم، وهذا هو الإنستغرام الخاص بي. والآن لنبدأ. أولا أعرفكم على نفسي، أنا عبد من الجزائر، بالتحديد من ولاية مستغانم، وبالتحديد في مكان يسمى. السؤال الأول من كارل ريفيوس، ما هو شعورك وأنت مشهور؟ يا صاحبي، إن شعوري هو شعور أي شخص منكم، لأنني لا أرى نفسي مشهور، لأن شهرتي مرتبطة بداركتون، فلو خرجت مثلا في الشارع فلا أحد سوف يعرفني، ولكن لو خرجت باسمي داركتون فالكل سيعرفني، وتلك هي الشهرة. السؤال الثاني من إبراهيم الخراز، هل سافرت أو تفكر أنك تسافر؟ وإذا سافرت وش الأماكن التي رحت لها؟ أوكي، أنا لم أسافر وأتمنى أن أسافر إلى لندن. بيستون، هل سوف تعمل أنيميشن؟ أنا أفكر في ذلك لكنني لم أجد الشخص المناسب لذلك، إذا كان هناك شخص فليتصل بي على الإيميل. محمد إدرين كارسانة، لو خيرك تمات أو تموت أمك، أنا أختار أن تموت أنت أفضل. ليتون، هل لديك صديق حقيقي؟ بالتأكيد وهذا هو. عزاز، لو خيرك تترك الكرتون وإلا تترك الأنمي؟ سأترك الكرتون لأنني أعشق الأنمي. سؤال آخر من، هل تكتب سيناريو قبل أن تتحدث في مقاطعك؟ بالتأكيد أكتبه لأجد سهولة في الحديث. عصر الأوتاكو، لو خيروك أن تصل إلى 100,000 مشترك ويصلك درع اليوتيوب أو النجاح في المدرسة؟ سأختار النجاح في المدرسة لأن اليوتيوب غير آمن وقد يغلق قناتك في أي وقت، أما النجاح في المدرسة فإنك تضمن مستقبلك الزاهر. نادو، هل لديك القدرة على الطيران؟ يا صاحبي أنا حاليا أطير، ألم تسمع؟ أصيل، لو خيروك تعطي القناة لشخص، مين هو؟ لا أستطيع إعطائها لأي شخص لأن الوحيد الذي يفهم قناتي هو أنا. بنت الأصول، هل تود تغيير قناتك يوما ما؟ بالتأكيد سيكون ذلك عندما نكبر ونتزوج. ميراكلوس عربية أعلى جودة، هل لديك متنمرين في المدرسة؟ لا يوجد، فمدرستي آمنة. ستار أوف أنيمي، لو خيرك تعمل مقاطع عن الأنيمي ولا مقاطع عن الكرتون؟ أنا أفضل مقاطع عن الأنيمي، لكن بما أن تفاعل قليل لذلك اخترت العمل على مقاطع الكرتون. لطفي ديزاد، ما هي هوايتك المفضلة مع هذا اليوتيوب؟ هوايتي هي الرسم والغناء. محمد العلمي، هل تحضر الحلقة ثم تشاهدها أم تعرضها مباشرة؟ بالتأكيد أشاهدها قبل أن أعرضها حتى أرى إن كان هناك أخطاء لأصححها. ماريا ماريكيتا، كيف تنزل فيديوهات في اليوتيوب وكيف تصنعها؟ هذا سؤال جميل، سأعمل يوما ما حلقة عن هذا السؤال. سعد، لو خيروك تسبح في مياه الصرف الصحي لمدة 7 أشهر أو لا تستحم لمدة 7 أشهر؟ بما أننا في الشتاء والبرد قارس لذلك سأختار لا أستحم لمدة 7 أشهر. عبد الله، ليش ما تعمل قناة ألعاب؟ بالتأكيد أنا لدي قناة ألعاب وهذه ستجدون رابطها أسفل الفيديو. ميسن، ما هو هدفك في القناة؟ اسمي رشا، مشجعتك من الجزائر. هدفي من القناة هو رسم البسمة على وجوه المشتركين والنجاح والشهرة ووضع بسمتي على هذا العالم. بيكسروب، كم أستاذ تكره في المدرسة؟ لا أحب أي أستاذ منهم وأكره الجميع. وهل تغار من أخوك يا كوزي؟ لماذا أغار منه؟ لو كنت أغار منه لما دعمته. أحمد عبد الله، لو قالوا لك تعيش بجزيرة لوحدك أو تعيش بجزيرة فيها مجرمين، من منا سوف يختار جزيرة فيها مجرمين؟ بالتأكيد سأختار جزيرة أعيش فيها لوحدي بسلام. Girl the Dark، لونك المفضل الأزرق؟ أكلتك المفضلة؟ أحب الشاورما. كريبي تون، لو خيروك تعيش في منزل في الغابة وفيه أشباح أو تعيش في مقبرة؟ لو اخترت العيش في منزل فيه أشباح فسيصيبني ذلك بالجنون وسوف يرمي بي إلى المقبرة، لذلك سأختار المقبرة. مارسيلو، لو خيروك تحذف قناتك أو تعيد المدرسة أو تأكل لحم فئران؟ سأجرب أكل لحم الفئران ثم أخبرك. بلا ما لا اريد ان اتكلم ايران. والسؤال الاخير من يوسف، ليش انت اسطورة؟ لا ادري، سأترك الإجابة للمشتركين. وفي النهاية أعتذر للذين لم تظهر تعليقاتهم، فكانت التعليقات كثيرة وسيكون هناك جزء آخر إن شاء الله، لذلك لا تحزنوا فأنا أحبكم جدا. وإلى هنا وصلنا لنهاية الحلقة، أرجو أنها نالت إعجابكم، فقط لا تنسوا اللايك والاشتراك. كان هذا كل شيء، مع السلامة. A fond pour toi, j'suis barré de tes chises, j'suis barré de sauva. Dans ce game, t'es genre, je sauva. Brille de l'envie, mais j'suis j'ai pour l'envoi. Hey, j'en fous que le bitch.